كنت ثورها الإيرانية وحفاد عبد الله ساب الخصم النداد الحرب ما هي تفرض أحصن عالية صدام قاير في الدواوين البراد حرب اليمن يا رفضي يورانية نارها تحرق راضينا الجلاد مجنتنا البلدها المرجانية فرش ترمها لف الورى لمن قطعتون طريق الثانية وباسم الإسلام انتهفتون العهد حتى بيوت الله والإنسانية نالت نصيب الليث من حيث الحدث القصد والتفكير والأوجانية والناس ما بين الثحية والسجاد والحين كتب الوجوه الثانية تبر من التاريخ للماضي عام حال يرجع سعد اليابانية ما هي على كيف الذي يبقى يسار ترى اسلحتنا كلها ألمانية وروسية وانتم ثمانيه وعاء كبيرة ولهبها البحانية وجه الروابط صامدا مثل الحياة ما على ناطع وجبهة ثانية وش بتقولوا يا جلالين الجهاد غير انتصارات الكفر طحمانية وتحركم مثل الثعالب والفرار لا تحتفل بالوحم والديدانية الوحم إلى الواهم إلى الخيبة يقول الهنجمة هنجم على النسوانية نحن قد احنا عارفينك يا بلا أخرجك من شبوها القحطانية من عدن وطره مارب ابنها قدر يحرر صدها الهمدانية لو تستمر المعركة خمسة عقوب اقسم على آياته القرآنية وعاهد الجمهورية واحمد حمار اقسم على نهار الدماء الكهلانية وقال حمير والملاذي في اللحى اقسم بأهداف البلاد الحقانية والثورة حسابة مارية لا ندى على قيمها مختهر الثانية لأنها شغيال شعبي والعمى والعاصفة والحملة السلمانية ما توقفت غارتها رغم البيا اللي فرضها كهنة الأصمانية والبيت الأبيض والذي جواه سر روسيا والأمة اليونانية والصين والدنمارك أيضا والهنا بس التحالف والكويت الثانية والمخلصة للدين والشعب الودود ورب دعوات القوى العلمانية في عرض حائط صلب واختار الصعاب إلى الغنى والقلعة الغمدانية دي كان يخضع لها كم من عناء ناهبين الفرش والبطانية والأحذية والناس في الجامع سجاء كلمات الشاعر أبو عدي صلاح عوض في العيان العريفي المصعبي.